مشاهدينا في ولايه تيزي وزو. سيد اخي وزميلي الاستاذ مصباح وزير نعمل مع بعض في الوزاره. سيد الوالي المحترم كانت لي زياره في الولايه وتنقلنا في عده اماكن. استاذنا و نوتروماتر استاذ سعود زيتوني معروف قرانا احنا تلاميذه ومكلف بليكور دوناتور دو بلان كانسير، دونك مازال يواصل رغم سنه ورغم مد في وقته وحنا نحتاجوه، نحتاجو التجربه نتاعو. اساتذه محترمون منهم من داخل المجلس العلمي اللي يشتغل في الوزاره وفي الخصوص لمواجهه هذا الوباء، هذا الجائحة، هذا المشكل، والحمد لله فضلهم، فضل المواطنين كلهم، فضل بالطبع الأطقم الطبية والصحية وكل كل من ساهموا. احنا الحمد لله رانا في حالة استقرار، وإن شاء الله تدوم، وإن شاء الله يكون فيه حتى اتجاه تنازلي. بالطبع كل إطارات الولاية والمنتخبين في الغرفتين، وأنا غبت كثير على لي زونفيتياتر، راني نشوف في روحي مع زميلات وزملاء دون ان امفيتياتر دونسينيمون، دونك جو سوي تري اليز، جو سوي دون مون ميليو. جي يو لوكازيون ثلاث مرات زرت الولاية في مناسبتين، و مناسبة ثانية سيتي بور اون تيز او نيفو دو سي اش. إذا احنا لما نعمل زيارة في أي مكان احنا نروح بوكو بلوس بطريقة تضامنية، هذا هو عملنا، ما نكونوش إلا في المكان المركزي نمدوا أوامر أو تعليمات أو لا، لازم نروح الميدان ومع الزملاء اللي موجودين هنا عدد منهم كبير. زرنا عدة ولايات وزرنا شفنا زملائنا وفيهم كثير منهم صغار في ولايات بعيدة، في تندو، في تبسة، رغم البعد، رغم المعيشة ثقيلة، رغم المحيط، رغم حقيقة جينا معمرين. كان معايا اسماعيل اوني اكستريمون فيير، لأن كنا نظنوا باللي لما نخرج من المدن الكبيرة وين فيها المستشفيات الكبيرة والأساتذة والقطار والحافلات والشوارع، لما نروحوا لا لا، عندهم ايزون بوكو دو ميريت، سي غراس ا او، فضلهم اللي رانا في هذا الحالة اللي كونفورتابل اون ماتيير دو لوت كونتر لو كوفيد. هذا بالنسبة للكوفيد، وما ندخلش في الميدان لأن ماهوش الكوفيد. اليوم يوم عالمي للسرطان. أول ما نصبت أنايا شيء وقالوا سيد رئيس الجمهورية عاود كروا السرطان، السرطان مرض خبيث، مرض منتشر، مرض الدول الغنية، مرض الدول الضعيفة. ممكن الدول الغنية عندها إمكانيات، حنا ما عندناش، لكن دولة دارت إمكانيات، وهذا الشيء يعرفه أحسن مني السيد سعود زيتوني، وممكن يعطينا رأيه ويزيد فا نوزوري شير دو سون اكسبيريونس. احنا اخترنا ولاية تيزي وزو، اخترناها واخترنا المركز هذا لأن عنده معلومات ومعطيات تجعلنا حنايا قلنا نروحوا نثمنوا، نروحوا نشجعوا الزملاء اللي راهم يخدموا، إذا ممكن في أي شيء ممكن نساعدوهم ونعاونوهم. وبدون ما نتكلم عليه، السيد الوالي موجود هنا حاضر وعندي معطيات ومعلومات من طرف الزملاء، راه يعاون كثير، يعاون كثير. والسيد المدير العام للصحة اللي هو ما عندوش مدة، في وقت قليل احنا عندنا معطيات راهو يخدم، ولازم نتفاهموا، الشيء ماهوش سهل في أي شيء. احنا نثمنوا الإيجابيات، السلبيات خلوها ما يلزمش في الشلة. سي لي شوز سون سو فون سي ان باي ان باي ان با بور فير اون مارش. دونك فوالا، نقول لكم برك ما نطولش الكلمه،
لأن فيه نقدر نتكلم ونعاون نتكلم، لأن راني مع زملائي ونتكلم على الصحة أكثر من نص حياتي في الصحة، دونك جو بو بارلي 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 اي سا ني فيرا كو امبيشي لي زوت دو بارلي. دونك إذا سمحتم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيد جدا بوجودي معكم اليوم في ولاية تيزي وزو، ولاية الأبطال، ولاية الثوريين والثوار، ولاية المثقفين، للاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف الربع بشهر فبراير كل سنة. أود قبل كل شيء أن أشكر السيد الوالي وكافة السلطات المحلية والمجتمع المدني لولاية تيزي وزو على حسن ضيافتهم، كما أود أن أشكر بروفيسور مسعود زيتوني وكافة الخبراء ومهنيي الصحة والمجتمع المدني والأسرة الإعلامية لتلبية الدعوة. وبالمناسبة كما قال السيد الوالي، نترحم على كل من فقدناهم أو من رجال الصحة ومن أعوان الصحة أو كل المواطنين، وأتمنى نتمنى الشفاء لكل من هم مصابين بهذا الوباء. سيداتي سادتي، أصبح السرطان اليوم يشكل هاجسا حقيقيا لجميع المنظمات الصحية عبر كل العالم، حيث يعد السبب الرئيسي الثاني للوفيات في العالم بعد أمراض القلب والشرايين. ويرجع الخبراء العوامل الرئيسية لارتفاع هذا المرض إلى الزيادة في عدد السكان، إلى تقدم سن العيش، إلى التلوث البيئي، إلى التدخين وتغير نمط عيش الإنسان كنقص الحركة وعدم اتباع نظام غذائي صحي جيد. في الجزائر تشير الإحصائيات الأخيرة بأن الجزائر تسجل ما يفوق 50,000 حالة جديدة سنويا، أي ما يعادل 112 حالة بالنسبة ل 100,000 نسمة. ومن أهم السرطانات التي تعرف انتشار كبير في الجزائر هو سرطان القولون والمستقيم، كانسير دو كولون اي دو ريكتوم، الذي يحتل المرتبة الأولى لدى الرجال والمرتبة الثانية لدى النساء، في حين يحتل سرطان الثدي كانسير دو سان المرتبة الأولى عند النساء. وللتصدي لهذا المرض والحد من انتشاره، وضعت الدولة مخططا وطنيا لمكافحة السرطان بين 2015 و2019. وأشكر الأستاذ زيتوني مرة أخرى، وأتمنى أن يعطينا مادام حنا على الأقل نستغلوا الفرصة اللي راهو أنا معنا، يعطينا تجربته، يعطينا كل ما عمله وكل ما سيعمله معنا، لأن فيه مخطط آخر مازال نتواصل في محاربة هذا الوباء ونحتاج تجربته. إذن مخطط الذي ضم نشاطات في كل من مجالات الوقاية والكشف المبكر عن المرض، وكذا الفحص والعلاج في الوقت المناسب، والذي سخرت الدولة كل إمكانيات المادية والبشرية. واليوم شفنا الإمكانيات المادية، وشفنا أكثر هي الإمكانيات
البشرية. ربي يبارك لكم في الطبيبات والأطباء اللي شفناهم وأعطاونا حقيقة عمرنا قلبنا بأمل كبير، وهذا هو الجيل إن شاء الله. إحنا غم غادروا الجزائر إن شاء الله تتكل على هذا الجيل الجديد اللي راهو هو إن شاء الله نثمنوه ونكبروه ونعاونوه ونشكروه. إلى جانب تشكيل شبكة وطنية لرصد المعلومات عن المرضى، وهذا بعد صدور قرار سنة 2014 الذي جاء لتأكيد إلزامية وضع سجل للسرطان على مستوى كل ولاية، الأمر الذي سيسمح بتوفير معلومات دقيقة عن المرضى للقيام بدراسات تحليلية وبالتالي معرفة سبل الوقاية منهم. فيما يخص الإجراءات المتخذة لتحسين التكفل بالمرضى، فقد تم إنشاء وفتح عبر كامل التراب الوطني 41 مصلحة 41 سيرفيس و 77 وحدة 77 unités puis c'est changeant elles vont encore s'améliorer en nombre et en qualité. وحدة خاصة بالعلاج الكيميائي الأونكولوجي، إلى جانب 20 مركز للسرطان منه 6 في القطاع الخاص، وتخصيص ميزانية لاقتناء الأدوية والمستهلكات اللازمة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لا بي سي اتش، وتعزيز المؤسسات الاستشفائية بالموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، مع فتح وتدعيم المؤسسات المتخصصة في علاج السرطان بأجهزة للمعالجة بالإشعاع، حيث ارتفع عدد المسرعات ليزاكسيليراتور من حوالي 4 في 2020 إلى أكثر من 50 حاليا، منهم 12 في القطاع الخاص. وزرنا عدة ولايات، منها ولاية أدرار 3 أكسيليراتور، منها ولاية بشار 3 أكسيليراتور، منها ولاية الواد، منها سطيف، لأن هذه الزيارات كانت كنا عملناها في إطار تضامننا مع الزملاء لما زرنا عدة ولايات باش نشوف مع لي زانستركسيون لي كونديسيون ديكزيرسيس دو ترافاي لمحاربة هذا الوباء. وزرنا هذه الأماكن 140 سرير مجهزة بقاعات جراحية بمسرعات ديزاكسيليراتور. اي سي دون سو سونس كو جو في لو دير كو درنا هذا المنصة الرقمية اللي تسهل لي رونديفو المواعيد. ورغم هذا ما زالت السلطات العموميه وكل الاطراف المعنيه على استمرار في مكافحه السرطان بوضع استراتيجيه جديده للوقايه وتحسين التكفل بالمرضى في ظل مخطط وطني الذي نامل ان يعطي دفعا جديدا في هذا المجال. نجتمع اليوم في ولاية تيزي وزو للإعلان عن إطلاق منصتين رقميتين، دو بلاتفورم نوميريك. الأولى متعلقة بتنظيم وتحديد مواعيد العلاج بالأشعة لمرضى سرطان، تضمن توزيعا عادلا للمرضى بين الولايات مع التكفل بإيوائهم في فترة العلاج. Nous avons travaillé في الوزارة مع الزملاء، مع عدد من الأساتذة، مع مسؤولي مراكز محاربة السرطان، واستدعيناهم واستضفناهم وتكلمنا باش نعمل منصة رقمية. لازم نرفع المستوى ولازم نعاون المرضى، لأن مشكلهم كبير. المشكل الأول هو لما يقولوا لهم عندك سرطان، بعيد الشر لكل واحد منا. والمشكل الثاني كيف نحصل على العلاج، ولما يقولوا عندك علاج بالأشعة راديو ثيرابي يروح للمركز في مكان ومكان 8 شهر 9 شهر. Moi je me mets à la place du malade en ma qualité de citoyen comme tout le monde mais aussi en ma qualité de responsable. لأن عملي هو إيجاد
الأحسن طريق أقرب له. إذن عملنا فيه كثير وتساعدنا، وأنا سعيد جدا، وهذا يشرف الولاية، يشرف لوكاكا هنا، يشرف كلنا، لأن ننطلق اليوم في هذا الرقم. أنا وكانت سيدة شفناها كامل، أول سيدة اللي طلقت. بالطبع هي ممكن يكون عندها مشكل اللي تروح لمكان آخر، هاي راحت بها رونديفو في مارس. أنا نظن ما كناش نظنه، لكن في الجزائر وفي أماكن أخرى الزملاء لما يروح بطلب من عند الطبيب والمعالج لمركز محاربة السرطان، والسيدة تقول له عندك رونديفو. نكتفي مشاهدينا بهذا القدر.